أنا جيمس كانينغهام وهذا برنامج شارع المأكولات، ونحن سنجد أكثر الأطعمة جرأة ولذة في الشوارع. في البداية سنزور مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا للتعرف على أفضل مطبخ يمزج اللحوم وثمار البحر. طبقه طازج، إنه طعام صحي والأمهات يحببن. ولاحقا نقصد الشوارع في بورتلاند في ولاية مين لاكتشاف مقطورة برجر مين الشهيرة. إنهم يعرفون كيفية إعداد البرجر. ومن ثم سنقصد ونركب في عربة فان جايز لتقديم أطباق كيجين الأسيوية في مدينة سياتل واشنطن. إنه يجعل يومك جميلا. وأخيرا سنقف عند الرصيف في مدينة دنفر في ولاية كولورادو لطبق من زبدة الفول السوداني والهلام عند مقطورة هي بي بي إن جي. لم تحصل عليه في أي مكان آخر. أريد فقط أكل المزيد منها. كل هذا والمزيد تشاهدونه في برنامج شارع المأكولات. إن قلنا إن الحيوانات قد تطير فقد لا يحدث ذلك، ولكن إن قلنا إنها قد تسبح فقد تصبح هذه حقيقة واقعة. في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا جلب الطباخ تود ميدلتون وصفات لذيذة تمزج فيها اللحوم بثمار البحر في مقطورته فينز أون ذا هاف. فينز أون ذا هاف يسعدنا جدا. أطباق فريدة، منها طبق مستوحى من الجنوب فيه السمك والسجق على طريقة الكندية، ومن ثم البرجر من لحم الضأن وصلصة الأنشوجة الخضراء، وسلطة السلمون المرقط المدخن والفاصوليا الخضراء بصلصة الفطر والخردل. أعطيني المزيد. نرحب بكم في سان فرانسيسكو. عليكم زيارة مقطورة فينز أون ذا هاف. يا له من برجر سنطلب طبق بوتين. هيا بنا. هذا رائع. في فينز أون ذا هاف نقدم أطعمة فيها اللحوم وثمار البحر في طبق واحد. أعتقد أن خلط ثمار البحر واللحوم فكرة رائعة. هنا لدينا الخبز والسجق والسمك المقدد مع سمك السلمون. طلبت طبق بوتين من السجق والأستاكوزا. أبواب جنة الطعام قد فتحت لي. الآن سوف نعد طبق بوتين بالسجق والسمك. فيه قطع البطاطا المقلية والأجبان أن أقدمه بطريقة مختلفة. سنعد صلصة أولا، سنقلي قطع السجق، ثم نبدأ بإضافة الدقيق، وهذا سيعطي سمكا للطبق. الفلفل الأخضر الحار، البصل الأحمر، الفلفل الأخضر الحلو، الثوم، القليل من الكرافس. أخلط المكونات وأضيف السجق، ومن ثم جراد البحر. أضيف مرق الدجاج وبالطبع القليل من إكليل الجبل، حبوب الفلفل والبقدونس. نحركها كي تمسك، نضعها على النار لخمس دقائق. البطاطا المقلية، نضيف الملح المدخن ونضعها في الطبق، وهذه قطع من جبنة التشيدر البيضاء المروبة، ونضيف صلصتنا الغنية، ونزين الطبق بالبصل الأخضر، وهو طبق سيشبعكم حتما. سجق وثمار البحر الطازجة والبطاطا المقلية المقرمشة. الصلصة مدهشة. I'm a believer in poutine. It's like Cajun Canadian. Really good. تفضلوا بالعافية. سأخبركم منذ متى عرفت أنني أحب الطبخ. كان عمري حوالي 10 سنوات. كنت أعد الكعك لشيء، ومن ثم حان الوقت بالنسبة إلي للخروج من المطاعم والقيام بشيء في الشارع. والآن سنعد طبق الجماهير، البرجر بلحم الضأن. إنه طبق بسيط جدا. إن نوعية اللحوم جيدة بحيث أننا نريد أن نحافظ عليها. نبدأ بلحم الضأن المغذى بالعشب، البصل الأخضر، ملح البحر، الفلفل المطحون الطازج. نمزجها للحصول على قطع من 6 أونصات، ونشويها ونحمرها بشكل جميل. ثم نحضر سلطة صغيرة من أوراق الجرجير البرية، البصل المخلل، جبنة فيتا، صلصة الخل والخردل والبصل. ثم نحمص الخبز. والآن نقدم الطبق. لدينا هناك صلصة مايونيز حارة. ها هو برجر لحم الضأن. نضيف فوقه من الصلصة الخضراء التي أعددناها من الأعشاب الطازجة والأنشوفة والثوم ونبات الكبر. إن هذا الطبق يعجب الجماهير. مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لذيذ. لقد أحببته. ألسنا في موعد الآن؟ سنعد سلطة السلمون المرقط أو الترويت المدخن بالفاصولياء الخضراء. إنها صحية ومغذية والأمهات يحببنها أيضا. نبدأ بالفاصولياء الخضراء المسلوقة، أوراق الجرجير البرية، سمك سلمون المرقط المدخن، المحلول الملحي، وتوت العرعر، وورق الغار. وكأني عدت إلى المخيم من جديد.
بصل الأحمر المخلل، الفلفل الطازج المطحون، صلصة الكمأة بالخردل، وأضفنا القليل من براعم الذرة، وهذا سيضيف القليل من نكهة التربة وبعض الحلاوة إليها، وسنحرك كل هذه المكونات ونقدمها في الطبق. اللحم المقدد أعطاها نكهة. يقولون إن أفضل صديق للمرأة النقانق. إنني رجل يفضل البرجر. في مدينة بورتلاند في ولاية مين، لقد استطاع صديقان أن يطورا البرجر القديم الممل. في مقطورة برجر مينلي تشمل أكثر الوجبات مبيعاً برجر آيفل، المكون من برج فيه البصل المقلي، وبرجر مينا بجميع مكونات مين المحلية مثل التفاح الأخضر واللحم المدخن والطبقة الوطنية البرجر الأحمر والأبيض والأزرق بالبصل الأحمر المخلل والجبنة الزرقاء. إنه رائع حقاً. نحن سنصبح أفضل الأصدقاء إلى الأبد. حسناً، على الأقل لمدة دقيقتين أو دقيقة ونصف دقيقة. هيا بنا. يا له من نجاح. حظنا مذهل. نقدم أطباق البرجر بمكونات مختلفة. هؤلاء الشبان يعرفون ماذا يفعلون. نحب شطائر البرجر هنا في ولاية مين. إنه لذيذ. ساخن ساخن ساخن. إنها أفضل برجر. أنا جاك. أنا بن. ونحن نشترك في ملكية مقطورة مينلي للبرجر هنا في بورتلاند. إنها مغامرة أن ينشئ جاك مقطورة مينلي للبرجر. إنهما يعدانها بطريقة مبدعة. البرجر طبق عرفنا أن الجميع يفهمه، ويمكننا تغييره وتقديم ما هو جديد للناس. البصل المكرمل والتفاح أحبه. إنه لذيذ. سنعد برجر آيفل الذي أعطيناه اسم برج آيفل. أولاً نضع اللحم على الشواية، لحم بقر أنجس الطبيعي، والخبز نتسلمه طازجاً كل يوم، الفطر المقلي وكذلك البصل نقليه على الشواية، وهنا لدينا سلاسل البصل المقطعة إلى شرائح رقيقة، سنقليها ليصبح لونها ذهبياً. حان الوقت لقلب لحم البرجر، وسنضع هذه على البرجر، وأيضاً الجبنة السويسرية، وسأكمل طبخه على البخار. الخبز المحمص أيضا جاهز. سنضع قطع الخس والبرجر نضعه على الخس، ومن ثم نضيف سلاسل البصل الرائعة على هذا البرجر. صلصة الباربيكيو، صلصتنا الخاصة هي صلصة من المايونيز والكاتشب والخردل ومجموعة من التوابل السرية، شريحة حلوة من الطماطم، وهذا هو برجر آيفل من تقديم مقطورة مايلي في بورتلاند. إنه فعلا برجر لذيذ. البصل فيه مقرمش وكل شيء جميل. كل شيء يقومان به على نحو صحيح يظهر في هذا البرجر. اخترت برجر آيفل، أكل منه طوال الوقت. حان وقت المنافسة خارج المقطورة، ها نحن هنا. لم تسجل الهدف. جاك وبين صديقان منذ الطفولة، وقد نشأا معا، وفي الصيف الماضي خطرت لهما فكرة إنشاء المقطورة. إن نجاحنا موسمي حتى الآن، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل. إنك تهزمني. كنا في 18 من العمر عندما وقعنا أوراق إنشاء مقطورة البرجر. صحيح، ماذا يجري؟ يا لها من لعبة غبية. 4-0. غالبا ما سمعنا أنها خطوة مجنونة، ولكن ما حققناه حتى الآن أمر مثير حقا. أقرع الجرس. أنا أقبل الهزيمة، فلنذهب لإعداد بعض البرجر. أنا أكره هذه اللعبة. كيف يمكنني مساعدتك؟ سنعد برجر مينا. اخترنا أن تكون المكونات كلها من منتجات ولاية مين. كان الناس يتساءلون لماذا وضعتم التفاحة في البرجر، لكنه أصبح من الأطباق الأكثر مبيعا لدينا. لحم بقر أنجس المفروم، أضيف القليل من التوابل، أخدد من مين، البصل المكرمل. أنا من محبي الطعام الحلو والمالح. نضع جبنة تشيدر الحادة، والآن نكمل طبخه على البخار. الخبز تحمص على نحو جميل. نأخذ البرجر ونضعه على الخبز، وهذه صلصة المايونيز بشراب القيقب التي نعدها بأنفسنا، ومن ثم نضيف قطع التفاح التي تعطي توازنا لطيفا وحلاوة للطبق. إنه برجر مين الشهير. إنه رائع، جميع النكهات متكاملة، البصل المكرمل والتفاح، إنه طبق مذهل. تعتقد أنه سيكون حلوا بسبب التفاح والمايونيز بشراب القيقب، لكن المزيج جيد.
سنعد الآن طبق البرجر الأحمر والأبيض والأزرق. ابتكرنا هذا البرجر في الرابع من يوليو. إضافة الجبنة الزرقاء والبصل الأحمر المخلل تجعل منه طبقا رائعا. سنبدأ بلحم البقر المفروم على وقت قلب البرجر. الآن نضع والجبنة الزرقاء على البرجر وندعه ليستوي على البخار. صلصة الشواء والبصل الأحمر المخلل. أجل، يبدو لذيذا. أضعه على الخبز وها هو جاهز. إنه لشيء رائع حقا. هذان الشابان يعدان أفضل أطباق البرجر في الجوار. لذيذ حقا. الجبنة الزرقاء تغني طعم البرجر في نكهة اللحم المدخن. النكهات واضحة فيه. بسعة ميلي برجر. في مقطورة ميلي برجر همنا الوحيد أن نقدم أروع أطباق البرجر كل يوم. إنه دائما لذيذ. إنه لذيذ. إنه أعز صديق لي منذ الصغر. يا لها من مغامرة رائعة. نحن نفعل ما نحبه، نستمتع بالعمل معا. يا لها من مغامرة. تعالوا إلينا. أجل تعالوا. عربات النقل هي من الوسائل المعتمدة في مدينة سياتل منذ عام 84، ولكن هناك عربة واحدة لها مسارها الخاص في المدينة. في مدينة سياتل تقدم عربة فانجايز للطعام أطباق الكيجين والأكل الآسيوي، وتدعو الجميع ليصعدوا على متنها. رائع. الملك جون جرانمو والطاهي تيري بليفنس يقدمان أكوازا بالروبيان الحار وشطيرة سمك السلمون على الطريقة الفلبينية، وحتى طبق بات تاي تايلاندي بالدجاج الأحمر بالكاري. إنه طبق رابح. أخذت مرة من هذه العربات إلى المدرسة، ولكن أستاذي قال إنها كبيرة ولا تسع في الصف. أهلا بكم في سياتل وفي عربة فانجايز. كل شيء لديهم مدهش فعلا. ممتاز. هذان الشابان يستخدمان أفضل المكونات. يطلقون عليه اسم جوني فانجاي، ولهذا السبب اخترنا هذا الاسم. أصدقائي يسمونني جوني فانجاي. لست طباخا ولكنني أحب الطعام، لهذا اخترت طاهيا محترفا مثل تاري لمساعدتي. السريع وغير المكلف والصحي، إنها الأشياء التي نرغب في تحقيقها ولا نجدها عند الآخرين. طبق بات تاي بالدجاج والكاري، شطيرة بسمك السلمون. كان جون قد صمم معظم قائمة الطعام عندما انضممت إليه، ونحن فقط أضفنا بعض اللمسات للوصول بها إلى مستوى يجعلها تليق بفانجايز. سنقوم بإعداد طبق النودلز التايلاندي المعروف عالميا. أولا لدينا الدجاج المفروم، وسنضيف بعض التوابل، البصل والثوم المفروم. هنا الدجاج له نكهة قوية، سأطهوه على نار قوية لكي يستوي بطريقة جيدة. في المرحلة التالية نقل البصل والثوم ونزيد معجون الكاري الأحمر والقليل من العسل ونرفع حرارة النار، ونضيف القليل من حليب جوز الهند لكي تصبح الصلصة دسمة كالكريمة. الدجاج بات جاهزا هنا، ونضيف صلصتنا المذهلة من معجون الكاري الأحمر. لدينا هنا مزيج من الخضار الطازجة، نضيف إليها مرقة الخضار ومن ثم توابل الخضار والنودلز. نضعها على النار مع الخضار ونحركها، ولأننا نحب الأصالة نقدمها في علب آسيوية للنودلز، ونضع خلطة الكاري الأحمر فوقها ونزين بالثوم والبصل الأحمر المقلي. الخضار طازجة وهي هشة، لطيف وحار، الكاري فيه لذيذ. أنا مهندس متقاعد، رأيت هذه العربة في إعلان، صنعت عام 1985. العيون تتحول نحوها عندما نتجول فيها. إنها من الطراز القديم وممتعة، لا ترى شيئا مماثلا كل يوم. لو قلت لي منذ 3 سنوات إنني سأقف هنا وأدير مقطورة الخاصة للطعام لأجبتك هذا ممكن. ماذا يمكنني أن أقدم إليك؟ وها أنا اليوم هنا. طبق التاكون؟ أجل. سنعد أحد الأطباق التي تختص بها عربتنا. إنه تاكو، إنه كوز، إنه الاثنان معا. لا أحد يقدمها غيرنا في سياتل. أعددنا مزيج عمل الكوز، إنه من مزيج دقيق الذرة. نحن نعده هنا في العربة. يجب أن نضعها تغلق بنفسها، هذه جاهزة. وما سأفعله هو لفها هكذا. أضع بعض الجامبر الصغير الطازج هنا مع توابل السمك المستخدمة في لويزيانا، ولن نطبخه لوقت طويل، وهذا كل شيء. الآن سنضع في الكوز من صلصة الكريمة الحامضة والشبت، الكرنب اللين، البصل الأحمر المقطع. الآن نضيف الجمبري والمزيد من الصلصة عليه، وها هو أروع طبق تاكون بالجمبري في مدينة سياتل. مقرمش فعلا كالتاكو، ولكنه أفضل. الصلصة لذيذة فعلا. من يقدم لك كوزا؟ لا أحد، إنه طبق ظريف. ياسمين،
شطيرة السلمون. سأريكم كيفية إعداد شطيرة سمك السلمون. آكل منها كل يوم. ما يجعل هذه الشطيرة مميزة هو استخدامنا للخبز الفلبيني. سنحمص الخبز، هذه شرائح سمك السلمون الطازج والتوابل غير المملحة. نطهوها، القليل من عصير الليمون وأقلبها. الخبز تحمص، أبدأ بصلصة السمك التي نعدها نحن وهي كالكريمة. السلمون قد استوى، سأضعه في الشطيرة، أضيف القليل من الطماطم والبصل وسلطة الملفوف وخل التفاح، وأضع قطعة الخبز عليها وقد جهزت شطيرتنا. إن شطيرة سمك السلمون مدهشة، فيها صلصة خاصة، إنها طيبة والخبز خفيف. اقتربي. شكراً. المكافأة هي أن نستطيع إرضاء الناس. كلما أتى ووقف هنا عدت أنا لأكل. هذا ما نريده عندما نطهو. نريد أن يتذوق الناس الطعام ويحبوه. أرى مستقبلاً مشرقاً بالنسبة إلينا، إنني متأكد من ذلك. صديقتي استاءت مني، طلبت مني أن أهمس تلك الكلمات الصغيرة التي من شأنها أن تجعلها تشعر بأنها مميزة، وهذا ما فعلته. قلت فول سوداني زبدة وهلام. في مدينة دنفر في كولورادو حول الطاهي مات ماكدونالد شطيرة زبدة الفول السوداني والهلام الإنجليزية التقليدية إلى شطيرة وقع الخبراء في الطعام في غرامها. في مقطورة هي بي بي إن جي تشمل قائمة الشطائر شطيرة مربى التوت والفلفل الحار المخلل وشطيرة فيجي بيجي وفيها مربى التين، زبدة اللوز وجبنة الماعز، وحتى شطيرة من الدراق المشوي. زبدة الفول السوداني والهلام رائعة. لو جلبت لك شطيرة مربى التين فستسمحين لي بالدخول إلى المنزل؟ أنا لا أسمعك، دخلت في نفق. اسمعوا، لقد فتحنا المقطورة. مقطورة هي بي بي ان جي رائعة. لم أذق طعامهم من قبل، إنها المرة الأولى. نقدم أفضل ما نستطيع. فيها مكونات طازجة وطبيعية. بي بي ان جي. شعارنا هو مشوي للذواقة وعظيم. إنه شعار بسيط، لكننا نقدم الكثير ضمن هذه المعايير. جبنة الماعز، اللحم المقدد وأشياء من هذا القبيل. يعدون كل شيء من الصفر. هذه لأنا. الآن سنعد شطيرة التوت البري واللحم المقدد. نعد كل شيء من الصفر. نبدأ بالفول السوداني المحمص ولدينا آلة لتصنيعه. ما علي سوى بتشغيلها. الآن حصلنا على زبدة الفول السوداني. إنها دسمة جميلة ومحلية الصنع. مربى توت العلايق خفقته وسأضعه في المقلاة الآن وأشعل النار تحته. أضيف الباكتين وهو مكون نباتي للحصول على سمك بطريقة طبيعية. أضع 7 أكواب من السكر وأترك المزيج ليغلي مرة أخرى، ثم أضعه في الثلاجة ليبرد. فلنعمل على إعداد الشطيرة الآن. سنأخذ من زبدة الفول السوداني التي أعددناها ونمرغ منها على الخبز، ونضع الجبنة البيضاء المخفوقة على القطعة الثانية من الخبز، مربى التوت الطازجة، شرائح الفلفل الأخضر الحار، اللحم المقدد، ومن ثم نحمصها. القليل من الزبدة المصفاة نقلبها على النار، وهكذا تصبح جاهزة. تشعر بطعم الجبنة والفلفل الأخضر الحار. عملت في المطاعم 12 عاماً. إنني طاهٍ متدرب. تخرجت من معهد الطبخ الأمريكي، وعندما ابتكرنا هذه الفكرة أردت أن أضع البعض مما تعلمته، وذهبت إلى كل مكان للحصول على نكهات مختلفة لكل شطيرة. لذيذة جداً. سنعد الشطيرة الأكثر شعبية في مها. نضع زبدة من المكسرات واللوز المحمص. المرحلة التالية سنعد مربى التين، التين الأسود، ونضعه في 5 أكواب من الماء. أضفنا حوالي 3 أكواب من السكر وسندعه ليغلي، ثم نخفقه. وقد حان الوقت لإعداد الشطيرة، زبدة اللوز المشوي، ونضيف جبنة الماعز المالحة. وما الجزء المفضل في الشطيرة؟ العسل بعشبة إكليل الجبل، وها قد أصبحت جاهزة. إنها حلوة ومالحة والخبز محمص. أريد أن أكل المزيد منه. هذه الشطيرة لذيذة حقا.
ستأتي كيف الحال شطيرة الدراق. تأتينا ثمرة الدراق من أراضي ولاية كولورادو. عندما تملك فاكهة بهذا الكمال يجب الحفاظ عليها. سنقطعها إلى شرائح. سنستعمل الخبز الأبيض، نضع البعض من زبدة اللوز المحمص، الجبنة البيضاء المخفوقة، حبوب الجرانولا المحلية الصنع، شرائح الدراق، وفي النهاية سنضيف المزيد من الدراق ولكن بشكل المربى المطبوخة. إنها طبقات جميلة من النكهات. سنضع قطعة الخبز الثانية ونحمصها. الدراق طازج جدا وساخن ولم يقشروه. أفضل وجبة إفطار. نحن في المراكز العشرة الأولى في منشورات مدينة دانفر عن مقطورات الطعام المفضلة هنا، ونحن نسعد دائما بردود فعل الناس حول الطعام. يا إلهي أستمتع بعملي وسأفعل ذلك طالما أستطيع.